طلاب الصف الرابع في روضة مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية. عنوان درسنا لهذا اليوم سورة النبأ، وهي آيات تتحدث عن أدلة البعث، فلنستمع لها خاشعين. فالموضوع الرئيسي لهذه الآيات التي نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتحدث عن البعث في الآخرة ودلائل قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، لأن المشركين زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون قدرة الله سبحانه وتعالى في إحياء الخلق بعد موتهم. وهذه الكلمة تعني البعث، البعث معناها قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الخلق بعد موتهم. فهناك رجل زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عظام بالية، بالية أي قديمة، ففتتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يحيي هذه العظام بعد موتها؟ فكان المشركين زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينكرون أن الله سبحانه وتعالى يستطيع إحياء الخلق بعد موتهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات من سورة النبأ تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. تمام؟ طيب، ما هي الدلائل قدرة الله على البعث في الآيات؟ الله سبحانه وتعالى يقول: عما يتساءلون، يعني عن إيش يتساءل المشركين؟ عن النبأ العظيم. النبأ العظيم هو يوم القيامة أو البعث يوم القيامة، الذي هم فيه مختلفون، أي الذي هم ليسوا مقتنعين به وليسوا واثقين بقدرة الله سبحانه وتعالى عليه. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ويبدأ الآن الله سبحانه وتعالى يذكر دلائل قدرته على البعث، فيقول: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. فأول شيء الله سبحانه وتعالى خلقه في هذا الكون خلق الجبال أوتادا. ما معنى كلمة أوتاد؟ كلمة أوتاد أي كالأوتاد تثبت الأرض، يعني كالوتد الذي يوضع في الخيام لتثبت الخيمة. الجبال تعتبر وتد يثبت الأرض ويحفظ توازنها من الاختيار. فالله سبحانه وتعالى القادر على خلق هذه الجبال العظيمة ووقوفها بشموخ وتثبت الأرض، هو أيضا قادر على إحياء الخلق بعد موتهم، فهذا ليس بشيء يصعب على الله سبحانه وتعالى. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول: وخلقناكم أزواجا. إذا الدليل الآخر على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث هو خلق الله سبحانه وتعالى للبشر أزواج ذكر وأنثى. وسبب الله سبحانه وتعالى أن يخلق هؤلاء البشر ذكرين ذكر وأنثى أعتذر هو سبب في استمرار الحياة. إذا الله سبحانه وتعالى خلق البشر زوجين ذكر وأنثى حتى تستمر الحياة وتدوم إلى يوم القيامة. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي الله سبحانه وتعالى جعل النوم للراحة، وجعلنا النهار معاشا، النهار للعمل والطاعة والعبادة والإنتاج. فالله سبحانه وتعالى قادر على خلق كل هذا الكون. والسماء بنيناها، فالسماء الله سبحانه وتعالى خلقها بأحسن صورة، لا يوجد شيء يثبتها، بل هي ثابتة لا تقع ولا تتزحزح. فالله سبحانه وتعالى يقول: انظروا إلى السماء إذا وجدتم فيها خلل فأخبروني. فالله سبحانه وتعالى خلق السماء أحسن خلق، وخلق هذا الكون
بأفضل صورة. فهل الله سبحانه وتعالى القادر على خلق كل هذه المخلوقات ببديع صنعه وقدرته يعجز عن بعثهم يوم القيامة؟ كلا. إذا ما هي دلائل أيضا مرة أخرى دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى في الآيات؟ أول دليل وهو خلق السماء واسعة وجعل السماء مصدرا للضوء والشمس. السبب الثاني أو الدليل الثاني هو خلق الجبال. خلق الله سبحانه وتعالى الجبال أوتادا. ولماذا خلق الجبال؟ ما هو السبب؟ لو قلت لك علم سبب خلق الله سبحانه وتعالى الجبال بتقول لي لتثبيت الأرض وحفظ توازنها. الدليل الثالث وهو خلق الزوجين. الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين ذكر وأنثى. ما هو سبب خلق الله سبحانه وتعالى للزوجين ذكر وأنثى؟ وهو سبب في استمرار الحياة. تمام. السبب الآخر والدليل الآخر وهو جعل النوم راحة للبدن. الله سبحانه وتعالى خلق النهار وجعله سببا للعمل. وهكذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية في سورة النبأ، وهي من آية 1 إلى آية 16. أرجو أن تكونوا قد فهمتم الآيات. المطلوب منكم الآن هو حفظ الآيات غيبا زائد المعاني وحل أسئلة الدرس على الدفتر ثم إرسالها لي على الواتساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.